مساء الخير متابعينا متابعي مصر، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد من داخل محافظه المنيا، وبنتابع معاكم من حادث قطار تصادم قطارين داخل محافظه المنيا بعد تصادمهم عند قريه موسه وسقوط عربتين داخل ترعه الابراهيميه بقريه موسه. بنتابع معاكم من احد المصابين هنا داخل مستشفى المنيا العام، وبنوصيكم باخر التفاصيل، يعني حوالي 20 مصاب حتى هذه اللحظه، 20 مصاب حتى هذه اللحظة تم خروجهم، وباقي يتبقى 2 من المصابين إصابتهم عبارة عن كسور في العظام، يعني عمليات في العظام وعمليات تجميلية. بنتابع معكم من أحد المصابين وكان شاهد عين على هذه الحادثة من داخل القطار اللي هيوفينا بتفاصيل الحادث. الله يسلم حضرتك. اللي حصل، أنا راكب منصة رايح القاهرة، القطر وقف قبل المنيا بشويه حوالي دقيقه او دقيقه ونص، فحسينا بخبطه. الخبطه دي يعني ادت لان ازاز في القطر اتكسر والناس اتخبطت في جدار القطر، في اللي اتعور وفي اللي انصاب، اللي قدامها عربيه 4. فبعد 5 دقايق فتحوا لنا البيبان، نزلنا مفيش 5 دقايق لقينا الاسعاف والشرطه وكل فرقه الامن متواجده في المكان. اتعاملوا معانا الاسعافات الاوليه واللي احتاج المستشفى، عملوها معانا بصراحه، ما سابوش حد يعني، يشكروا اللي محتاج يجي المستشفى جابوه المستشفى، ويعني فرق المستشفى هنا استقبلونا بكل تواضع طبعا، وقاموا معانا باللازم والحمد لله على كل شيء، والساده وكلاء النيابه برضو جم حققوا معانا، يعني نشكر كل الجهات الأمنية اللي وقفت في هذا الحادث. في كدمات، في إصابات جروح، في كسور، في برضو حصل حالة وفاة، في كسور برضو، في ناس دخلت عمليات، يعني إصابات متنوعة، هي كانت إصابات متنوعة كلها. انا كان خبطه في الكتف وخبطات في الظهر، كدمات وتجليط، تجلط في الجلد وكده. انا بقالي في المستشفى من حوالي 6 ونص 7 في المستشفى، لا بقالي في المستشفى هنا من 7 7 ونص. بعد الحادث بحوالي نص ساعة ساعة إلا ربع توجهت المستشفى. المنظر بصراحة كان رهيب، احنا لما نزلنا من القطر يعني الواحد بيحمد ربنا ان هو نزل من القطر من المنظر اللي شافه، الحمد لله. وقعوا في المية. كان ايه؟ لا جم طبعا اللي هم في القطر، سيرفيس فتح لنا الابواب ونزلنا من القطر لان باب القطر متقفله باللاكور. جت عربيات الاسعاف وعربيات الشرطه، كل الجهات الامنيه بصراحه توجهوا للمكان في اسرع وقت وقاموا باللازم. لا لوحدي، رايح لبيتي، انا جاي من بيت العيله رايح لبيتي وشغلي. الله يسلم حضرتك، شكرا جزيلا. أعزائي المتابعين، يعني تابعنا مع حضراتكم الآن من أحد المصابين دخل قطار صعيد بعد إصابته بكدمات في الظهر، يعني شفنا مع حضراتكم حكينا الحادث بالتفصيل من البداية، وقوع هذا الحادث بالتفصيل من البداية بعد تصادم. متابعينا متابعينا بصراحة، يعني متابعينا مع حضراتكم الآن من داخل محافظة المنيا بعد تصادم قطار
يعني هو خلاص على وشك الخروج، ويتبقى مصابين 2 فقط داخل مستشفى المنيا العام بعد خروج معظم المصابين. الصوت كان جوه الأرض، لما خرجنا اتوهمنا بننزل تاني، يعني نزول الركاب لما كان نزول مفاجئ كله مع بعض. الموقف كان صعب، الموقف كان صعب. هل حد من أصحابك الآن يبقى معك في أعزائي المتابعين، ما زلنا نتابع مع حضراتكم الآن من داخل مستشفى المنيا العام بعد يعني خروج معظم المصابين. يتبقى 2 من المصابين فقط، مصابين بكسور في العظام، يعني هيعملوا عمليات في العظام وإجراحات تجميلية بعد وقوع هذا الحادث. حتى الآن البنات الأولية بتقول حالة وفاة واحدة في هذا الحادث، وبنتابع معكم التفاصيل خلال اللحظات القادمة بعد سقوط عربتين من القطار. وشفنا معكم أيضا قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن هذا الحادث، واللي كانت تشكيل لجنة هندسية لفحص صلاحية القطارين وأجهزة السلامة، وتشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية لتحديد المخالفات. انتقال النيابة العامة وخبير الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة والتحافظ على سائق الجرار واستجواب لفحص تعاطي الجدول. يعني شفنا معكم لقاء مع أحد المصابين هنا داخل محافظة المنيا، ويعني على حسب الأنباء الأولية حتى الآن هم 20 مصاب تم خروج معظمهم. يتبقى 2 من المصابين بكسور في العظام، يعني يحتاجوا إلى عمليات يعني تجميلية على حد يعني كلام نائب مدير مستشفى المنيا العام. أنا كنت معكم النهاردة من داخل محافظة المنيا ومن داخل مستشفى المنيا العام، ومتابعة يعني تفاصيل أحداث إجرية من اصطدام قطرين داخل محافظة المنيا. أعزائي المتابعين، متابعين مصر، يعني تابعنا معكم بعد هذا الحادث، حادث تصادم القطارين داخل محافظة المنيا. يعني كان ده خروج آخر المصابين، يعني تبقى 2 فقط مصابين بكسور في العظام، يعني يحتاجوا إلى عمليات في العظام أو عمليات تجميل. الاصطدام كان عبارة عن اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 قطار النوم، عربة القوى القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وده مسافة بين أبو رؤاس والمنيا، وده أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار. وعلى الفور تم دفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة. الآن بيتم يعني رفع القطارات اللي سقطت داخل الترعة الإبراهيمية في قرية موسى بمعدات وأوناش الطوارئ. كمان قوات الإنقاذ النهري بذلت جهودها المكثفة في خروج المصابين، ويعني حتى الآن هو الأنباء هي حالة وفاة واحدة في هذا الحادث. كان في كمان قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن حادث القطارين منذ قليل، واللي كانت 4 قرارات مهمة جدا، وهي تشكيل لجنة هندسية لفحص صلاحية القطارين وأجهزة السلامة، وتشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية لتحديد المخالفات، وانتقال النيابة العامة وخبير الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة والتحفظ على سائق الجرار واستجوابه لفحص تعاطي المخدرات يعني من عدمه، وده اللي هنتابعه مع حضراتكم خلال
اللحظات القادمه. انا كنت معكم من داخل محافظه المنيا وتحديدا من داخل مستشفى المنيا العام مع احد المصابين، كنت معكم من موقع مصر. شكرا للقاء.